أنا بعد ما عرفت الآن سواء الزوجة أو الزوج لابد أني أتعامل معاه وفق هذه المعرفة. أنا الآن عرفت أن الزوج إذا نام ما يحب أحد يزعجه، خلاص مباشرة، أنا ما هو بس أعرف وخلاص أنا عرفت أن هذا يزعل، لا، لكن أطبق هذا أيضا. الزوج مثلا يعرف أن إذا تأخر على زوجته نزل في السوق وتأخر عليها أن هذا يغضبها، يحاول دائما أن ما يتأخر على الزوجة، ولو أن دائما الزواج يعني يشتكون أن الزوجات اللي تأخرن، لكن حنا نقول بثنتين يعني سواء الزوج أو الزوجة، اعرف ما يحب شريك حياتك وما يكرهه، واعرف الشيء الذي يحزنه والشيء الذي